الجلاش من الحاجات اللي ما بيختلفش عليها اتنين، بس طريقته في الجلاش المحشي كنافة مميزة جدا ورهيبة. هتدعوا لها حرفيا عليا، شايفين الجمال؟ هقول لكم كل الأسرار اللي اتطلعوا معاكم مسطرة كده. يا ريت لايك كتير للفيديو وشير ويشرفوا متابعتكم. في البداية نبدأ نحضر الشربات. معايا كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية من المية، بقلبه كده على البارد زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، برفعه كده على النار في العين المتوسطة على العالي. وقت ما يبدأ يعمل فقاقيع كده معايا، هنزل بمعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، اختياري، ممكن نستغنى عنها مفيش أي مشكلة، وما نستبدلهاش بحاجة. هحسب من الغليان والنار هادية 3 دقايق، وأدي عصير نص ليمونة، وأحسب دقيقة كمان تمام او نص دقيقة، وارفع من على النار. بعد كده معايا كنافة اقل من نص كيلو، يعني 350 جرام كنافة مفرومة ناعم، حمصتها كده على النار بمعلقتين سمنة زي ما انتم شايفين قدامكم بالشكل ده. وياريت الكنافة تكون مفرومة ناعم عشان ما تخزنش وتاخد سمنة كتير معايا اثناء تحمصها على النار تمام. بعد كده اديت لها من الشربات بتاع قيمة معلقتين كبار لربط الحشوة والرطوبة للكنافة نفسها، ما زودش عشان ما يخليهاش زي الحجر أثناء التسوية تمام، وبسيبها على جنب. بعد كده معايا لفة جلاش أي براند تفضلوه تمام، سبتها تفك عادي وبدأت أفردها ولفتها في فوطة. باخد كده ورقة ورقة زي ما انتوا شايفين، وببدأ كده معايا سمنة سايحة بالشكل اللي قدامكم ده، ببدأ اوزعها جدا كويس جدا على الورقة بالشكل ده، وببدأ اتني كده الطرف الورقة عرضي كده بالشكل اللي قدامكم ده. وبعد كده هاخد من الكنافة بتاعتي او من الحشوة بتاعتي، وابدأ كده ارص على الطرف اللي احنا تنيناه. شايفين الكنافة فيها تماسك وفيها رطوبة وانتوا ماسكينها، بس بقول ما نزودش فيها الشربات عشان ما تحجرش معانا، وبأكد احنا ضايفينه كرطوبة للكنافة وكتماسك مش اكتر من كده تمام، عشان يخلوا الجلاش من جوه مكرمل. بعد كده يا جماعة، بعد ما بوزع كده وبساوي، هبدأ اللي انا لف، ونركز كده في اللفة لان انا عملت معاكم على واحدة عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. هنلف ازاي عشان ما يبقاش مبطط كده، يبقى رول كده وشكله اسطواني. ببدأ الف وبفضي الهوا بايدي كده وبسحب بالراحة، مش بشد الورقة، بمشي بس عشان الجلاش هتبقى مسطرة معايا. شايفين لفة، وبشد اللواء اللي الجنبين كده عشان افضي اي هوا وتبقى طالعة رول مظبوط معايا. واي كنافة بتنزل من الاجناب باخدها استفاد بيها تاني، لان سطح العمل بتاعي نضيف. بعد كده بحط على الصاج او على الصينية بتاعتي على طول، شايفين الجلاش متماسك في ايدي مش بتقطع ازاي عشان كبسونه صح. فهكذا، وطبعا الصينية بتاعتي مدهونة سمنة لحد ما بخلص الكمية. تركاية بقى عشان ما يغيبش معايا في التسوية ويشد معايا، يعني يبقى مش هشش كده، بدي فرشة سمنة كده على الوش مش اكتر لما بخلص الاصابع بتاعتي. كنت قطعته صوابع كده يا جماعة، ودخلته الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، رف اول من تحت تمام. وقت ما اتأكدت من الارضية خدت لون، فتحت الشواية. بعد كده طبعا كنت حاطط الشربات في برطمان كده، بدأت أضيف منه على الجلاش بتاعي أثناء خروجه من الفرن. شايفين بخرج سخن والشربات بارد، بنسيبه يهدى شوية وبنبدأ نقدم منه عادي، والنتيجة بتكون رهيبة. بألف هنا مقدما لكل اللي هيجربها، نتقابل في فيديو جديد بأمر الله.